السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف مع بعض ازاي نعمل البرانش في قلب الفلور. يعني لو انا عندي الفلور بالشكل ده ستراكشر فلور اهوت، و نختار الفلور اللي احنا عايزينه، نتأكد بس من السماكة بتاعته. تمام، طيب خلينا نختار مثلا دوت اوكي، وبعد كده هقول له ده الفلور بتاعي اهوت اللي انا عايز ارسم الترنش جواه اوكي. هاجي بعد كده من استراكشرر وهقول له انا عايز اعمل فاميلي او جزء الكومبوننت مثلا اهوت، اقول له موديل ان بليس واختار بقى الحاجه اللي انا عايزها مثلا استراكشر فاونديشن مثلا اوكي. اللي انا هعمله بقى ان انا هقول له ان انا عايز ارسم فويد تمام اكستروشن، وهقول له المفروض ان هو بيرسم على سنة، لا انا عايز اقول له ست، واقول له بيك ابلان اوكي، واختار البلاطة ديت وهبدأ ارسم الترنش بتاعي اهوت. تمام اهو، بس متنسوش ان انا مختاره فويد، واقول له ان ده من الزيرو لماينس 200 مثلا اهوت اوكي. اتعمل بالشكل دوت تمام. ممكن تبدا تنزله شويه كمان بالشكل دوت وبعد كده هقول له انا عايز اعمل قط واحدد الشكل الكبير، وبعد كده احدد الفراغ واقول له فينش موديل. لما هتبص هتلاقي ان هو عمل لي مكان فاضي اهوت، تقدر تحط الترانش بتاعك فيه بدون اي مشاكل. ولما تيجي تاخد سيكشن هيبقى الشغل دقيق فعلا، ان فيه هنا فراغ موجود في البلاطه الانشائيه.